الحقيقة أنا صعب لي أتكلم على شخصية شخص فوزي لقجع لأنه صديقي وأخويا ونعمل معا منذ سنوات، وهو بالحقيقة نحن محظوظين في الاتحاد الإفريقي بوجود شخص بقدرات فوزي، والمغرب محظوظ بشخص مثل فوزي كيترأس الاتحاد الجامعة الملكية. واليوم الحمد لله أيضا نجح في أنه يكون عضو في المكتب التنفيذي للفيفا أو مجلس الفيفا على الأصح، لذا أهنئكم به وأهنئ به الاتحاد الإفريقي. في البداية أن ينجح المؤتمر بالشكل ده في ظل جائحة كورونا هو نجاح يحسب في البداية طبعا للجانب المغربي المستضيف، وثم للاتحاد الإفريقي ولجميع الوفود المشاركة. اجتماع كان مهم جدا، أن يكون ما ينفعش ده يكون بالزوم ولا بالفيديو كونفرنس، انه في تعديلات في اللوائح وفي انتخابات سواء لعضوية مجلس الفيفا او المكتب التنفيذي. بارك السيد فوزي لقجع اللي هينضم لمجلس الفيفا لاول مرة منذ سنوات، التمثيل المغربي يكون موجود في مجلس الفيفا. بشكر مرة تانية الجانب المغربي على الاستضافة، بشكر كل الوفود اللي رغم الظروف اللي موجودة فيها دي قدروا انهم يتواجدوا ويحضروا، وفي النهاية هي دي الروح الرياضية اللي بتقدمها كرة القدم. فوزي tout le monde le connaît, c'est un homme engagé, compétent. Aujourd'hui, autant nous avons besoin d'hommes de qualité au sein du comité exécutif, autant aussi notre présentation au sein de l'instance mondiale est importante à travers des figures marquantes, des figures charismatiques. Et Fouzi en fait partie. Il a fait du bon travail au Maroc. Il a fait un mandat au sein du comité exécutif en tant que vice-président et il a bien rempli. C'est aussi, il faut le dire, une des personnalités qui compte dans le football africain. Je pense que ça ne peut être qu'un plus d'avoir un représentant de cette envergure au sein du conseil de la FIFA.